والذين آمنوا أشد حبا لله. كرر والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللهم أجرنا يا رب. والذين آمنوا أشد حبا لله. اسأل نفسك، هل محبة الله أشد محبة في قلبك من بين المحبوبات؟ أشد حبا لله. كيف تعلم أن محبة الله أعظم محبة في قلبك؟ اسمع إلى عبارة ابن جزي يقول: واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته، الكسل والنشاط في خدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد به في الخلوات، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل من يحبه الله، وإيثاره على كل من سواه. يا الله، ما أصعب هذا الاختبار، ما أصعب هذا الاختبار. كم تحصل على هذا الاختبار؟ ال 12. كم تحصل على ال 12؟ 12 كامل. فأنت محبة الله عز وجل أشد شيء في قلبك. واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب، تمكنت من القلب. قد تكون المحبة على اللسان أخي، لكن إذا وصلت إلى القلب ظهرت آثارها على الجوارح، من الجد في طاعته، والنشاط في خدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، كل معنى فيها عميق والله العظيم، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل من يحبه الله، وإيثاره على كل من سواه. اللهم اجعل حبك أعظم شيء في قلوبنا، ارزقنا حبك. اللهم آمين آمين.